السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه النهاردة؟ لعب مش هنلعب بقى النهاردة. كان في ناس استفسروا في الفيديو اللي فات بتاع برضو شرح الإعدادات، فأنا هرد على الاستفسارات دي. أول تعليق من علي سيف بيقول: يا شباب، كيف أغير الدائرة إلى زائد في التحكم اللي في الأعلى؟ اللي عنده حل لا يكسر بليز. ماشي، اولا هخش على السيتنجز. ماشي، ما ينفعش نعمل الزائد. لا، دي احنا عايزين الزائد. الزائد ما ينفعش نعملها في اللي هو ده التحكم ده. هوريه لكم دلوقتي. خش مثلا عالم بالتحكم ده عشان يعني اوريه لكم التحكم. يا جماعة، التحكم ده ما ينفعش في الا الدايرة اللي هو كده، وده يطير وده ينزل. التحكم ده ما ينفعش فيه الا الدايره. انما لو عايزين نعمل الزائد، نجيب التحكم، في تحكم اجباري زائد، وفي تحكم اجباري دايره، وفي تحكم تختار فيه براحتك. صراحه المفضل اللي هو الاجباري زائد ده، لان التحكم اسهل بالنسبه لي. اللي هو العادي ممكن تختار فيه اللي هو القديم اللي كنا بنستخدمه زمان، اللي هو ده اللي فكرت في تحديثات من 19 وانت نازل. انما ال20 ضافوا ان انت تقدر تتحكم يعني التحكم اللي انت عايزه ده. فلو عايزين احنا نجيب الزائد في التحديث ده، ننزل 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 لحد ما نلاقي دي. اهي نفعل دي، اهي خليها متفعلة كده. لو طلعنا هنا نعمل ريزيوم جيم كده، اهي الزائد جت، نقدر نعمل كل اللي احنا عاوزينه. تمام. انما في احسن تحكم بقى ده بالنسبه لي، اللي هو لو روحنا على تاتش وجبنا ده ونجيب ده. تمام، نعمل سيلكت ونطلع بقى كده. ده افضل تحكم بالنسبه لي. ده بنطير اهو ماشي، بس الشجر مش قادر، مش مخليه اقدر اعمل حاجه. وده هننزل اهو، اهو ده جري، وده نضرب نهد ونضرب، وده نبني. ده الصراحة أفضل تحكم بالنسبة لي، وأتمنى يكون فهمت إزاي نحط الدايرة، قصدي الزائد. الزائد أهو، مش بتقدر تحطها إلا في التحكم. خلصت الموضوع، يعني متقدرش تحطها إلا في التحكم ده أو ده، بتجيلك لوحدها. إنما في ده أهو، تجيبها منين؟ تنزل تنزل لحد دي أهي، تخليها متفعلة كده ويجيلك الزائد فيها. تمام. تاني تعليق سلمى انيماتور بتقول: ممكن شرح كيف احط الاحداثيات؟ تمام، نحط الاحداثيات. نرجع بس التحكم اللي احنا عايزينه، بحب التحكم اللي هو الاخير ده. ماشي، الاحداثيات نخش على جيم، ننزل واحنا في العالم اللي هي التاني اختيار هنا اهو ده. دول هتلاقيهم مقفولين عشان انت دخلت العالم، فدول ما ينفعش تعدل فيهم. هتنزل ده اللي هو شو اللي دي التاني ده، ده هو. تمام، ده هيبقى كده تفعله. وكده لو خرجنا هنلاقي الاحداثيات جت لنا اهي فوق على الشمال اهي، وكل ما اتحرك على حسب الارتفاع وال يعني اللي هي الحاجات الاحداثيات يعني. اخر بقى تعليق كان على الفيديو بتاع الاعدادات. حساب باسم لا اله الا الله بيقول: كيف ازوي الزائد؟ وده الشرح بتاعه هو بتاع اول تعليق اللي هو علي سيف. اتمنى اللي ما كانش فاهم حاجه في اللعبه في يعني الحاجتين دول يكون فاهمهم كويس، وعرف ازاي يعمل كل اللي هو عايزه. يلا سلام.